الحمد لله، وكيف والصلاة والسلام على النبي المصطفى على آله وصحبه المستكملين الشرف وبعد. فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع درس جديد من دروس اللغة العربية المقررة على الفرقة الثانية من المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف. ودرس اليوم هو إعمال المصدر. في هذا الدرس نتعرف على بعض الأمور. ما معنى إعمال المصدر؟ ما شرط المصدر الذي يعمل عمل فعله؟ ما هي أحوال المصدر الذي يعمل عمل الفعل؟ وهو هذه الأحوال هي إما أن يكون المصدر مضافا أو منونا أو مقترنا بأل. معنى أعمال المصدر أحبابنا الكرام يعني إعمال المصدر عمل فعله الذي اشتق منه. حضراتكم تعلمون أن الفعل إما أن يكون لازما مثل جلسة. يعني إيه لازم؟ يعني يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا، يعني يقف عند الفاعل فقط، أو متعديا لواحد يعني ينصب مفعولا به مثل ضرب، أو ينصب مفعولين مثل أعطى. فمعنى إعمال المصدر عمل هذا الفعل يعني كما أن الفعل اللازم يرفع فاعلا، فمصدر هذا الفعل أيضا يرفع فاعلا. أقول أعجبني جلوس محمد على الكرسي. أين المصدر هنا؟ كلمة جلوس أضيفت إلى الفاعل ولم تنصب مفعولا، لأن فعلها جلس لازم لا ينصب مفعولا به. طيب ضرب فعل ينصب مفعولا به، فكذلك مصدره هو الضرب ينصب أيضا مفعولا به. أقول أعجبني ضرب محمد علي. فكلمة ضرب مصدر، عملت عمل الفعل اللي هو ضرب فأضيفت إلى الفاعل ونصبت مفعولا به وهو كلمة علي. أعطى، كلنا يعلم أن الفعل أعطى ينصب مفعولين، كذلك مصدر الفعل أعطى وهو إعطاء ينصب أيضا مفعولين. أعجبني إعطاء محمد عليا درهما. أين المصدر؟ كلمة إعطاء. كلمة إعطاء وهي المصدر عملت عمل الفعل هو أعطى، فأضيفت إلى الفاعل هو محمد ونصبت مفعولين وهما عليا مفعول أول ودرهما مفعول ثاني. إذن معنى إعمال المصدر يعني إعمال المصدر عمل فعله الذي اشتق منه. فإن كان الفعل لازما كان مصدره لازما، وإن كان الفعل ينصب مفعولا به كان مصدره أيضا ناصبا لمفعول به، وإن كان الفعل ينصب مفعولين كان كذلك مصدره ينصب مفعولين. طيب شرط المصدر أحبابنا الكرام الذي يعمل عمل فعله، أول شرط أن يكون نائبا عن الفعل، أن يكون نائبا عن فعله مثل صبرا آل ياسر، يعني اصبروا يا آل ياسر. فصبرا هنا هذا المصدر ناب عن الفعل، فلذلك عمل فعله فرفع فاعلا وهو الضمير في اصبروا. اصبروا أنتم يا آل ياسر، تمام. طيب الشرط الثاني أن يصح تقدير أن والفعل أو ما والفعل مكان المصدر مع صحة المعنى. يعني عندما أقول أعجبني جلوس محمد يصح أن أقول أعجبني أن جلس محمد على الكرسي، أو أعجبني أن يجلس محمد على الكرسي إن أردت الماضي أو الاستقبال. طيب إن أردت الحال أقول أعجبني ما يجلس محمد على الكرسي الآن. يبقى هنا إذا صح وضع أن والفعل أو ما والفعل مكان المصدر فهذا المصدر عامل عمل فعله. إذا لم يصح وضع أن والفعل أو ما والفعل مكان المصدر فلا يجوز أن يعمل هذا المصدر عمل فعله. طيب
المصدر أحبابنا الكرام الذي يعمل عمل فعله له ثلاثة أحوال، إما أن يكون مضافا وهو الأكثر في الاستعمال في اللغة العربية مثل ولولا دفع الله، دفع الله الناس، هنا أضاف المصدر إلى الفاعل وهو لفظ الجلالة، والفعل هنا مجرور لفظا مرفوع محل. هذا الموضع من المواضع التي يكون فيها الفاعل مجرورا لفظا لكنه مرفوع محل. هنا أضاف المصدر هو دفع إلى الفاعل ونصب المفعول به هو الناس، وهذا أكثر في اللغة العربية. يعني المصدر الذي يعمل عمل فعل إذا كان مضافا هذا كثير في اللغة العربية. طيب إذا كان منونا، منونا يعني إيه؟ مجرد من ال والإضافة، من ال والإضافة، واجب علينا تكريم كل مجتهد. تكريم هذا مصدر منون، منون ليه؟ لأنه مجرد من ال والإضافة. طيب عمل عمل فعله وهو كرم فنصب المفعول به وهو كل، فالمصدر المنون في العمل يأتي بعد المصدر المضاف. يعني المصدر المضاف يعمل عمل فعله كثيرا في اللغة العربية، يأتي بعده في القسرة المصدر المنون، ثم يأتي بعد ذلك المصدر المقترن بأل وهو أقلهم في العمل. أقول أخوك كثير الإتقان عمله، فالإتقان مصدر مقترن بأل عمل عمل فعله فنصب المفعول به وهو كلمة عمل، لكن هذا قليل في اللغة العربية وليس كثير. إذن أعمال المصدر، ملخص أعمال المصدر أن المصدر يعمل عمل فعله المشتق منه، فإن كان فعله لازما كان المصدر لازم، وإن كان الفعل متعديا لواحد كان مصدره متعديا لواحد، وإن كان المصدر متعديا لاثنين يعني ينصب مفعولين كان مصدره أيضا ينصب مفعولين. طيب شرط المصدر الذي يعمل عمل فعله، أولا أن يكون نائبا عن فعله، الشرط الثاني أن يصح تقديره بأنوى الفعل في الماضي أو الاستقبال أو ما والفعل في الحال مع صحة المعنى. طيب أحوال المصدر الذي يعمل عمل فعله له ثلاثة أحوال، إما أن يكون مضافا وهذا كثير في اللغة العربية، وإما أن يكون منونا وهذا يأتي بعده في الكثرة، وإما أن يكون مقترنا بأل وهذا أقلهم. هذا بالنسبة لأعمال المصدر. طيب ما يتعلق بهذا الدرس هو درس أقسام المشتق، أقسام المشتق. كلنا يعلم أن المصدر هو أصل المشتقات، كل المشتقات تؤخذ من المصدر. يبقى إذن ما يتعلق بإعمال المصدر درس أقسام المشتق. طيب لابد أن نعرف ما معنى الجامد وما معنى المشتق وما هي أنواع المشتقات، ثم نبدأ في الحديث عن أول المشتقات، اسم الفاعل زائد صيغ المبالغة. الجامد هو الذي لم يؤخذ من غيره، يعني اسم لم يشتق من غيره، مثل كلمة مثلا رجل، كلمة شمس، كلمة قمر، كل هذه أسماء أحببنا الكرام أسماء جامدة، يعني لم تشتق من غيرها. طيب ما معنى الاسم المشتق؟ هو الذي يؤخذ ويشتق من غيره، مثل كلمة مشمس ومقمر. كلمة مشمس ده اسم مشتق لأنه مشتق منين؟ من الشمس. كلمة مقمر اسم مشتق لأنه مشتق من القمر. كلنا يعلم أن المصدر هو أصل المشتقات،
يعني مثلا كلمة ضرب ده مصدر، هذا نشتق منه ايه؟ ضارب اسم فاعل، ومضروب اسم مفعول، ومضرب اسم مكان، وهكذا. يبقى المصدر هو أصل المشتقات، فالمصدر نفسه هو جامد، كل ما يؤخذ من المصدر فهو مشتق منه. طيب يبقى احنا عندنا انواع المشتقات ايه؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغة، اسم التفضيل، الصفة المشبهة، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة. كل هذه مشتقات من المصدر. نحن سنتكلم فقط عن اسم الفاعل وصيغ المبالغة. ما معنى اسم الفاعل؟ اسم الفاعل حضرات هو اسم دل على حدث ومن وقع منه الحدث. يعني عندما أقول مثلا ضارب، هذا اسم فاعل لأنه دل على الضرب اللي هو الحدث وعلى الذات التي وقع منها هذا الحدث، تمام؟ طيب كيف نصوغ هذا الاسم؟ يعني كيف نأتي باسم الفاعل من الأفعال؟ نصوغ اسم الفاعل من الثلاثي وغير الثلاثي. أي فعل ثلاثي يعني مكون من ثلاثة أحرف حضرات، إذا أردنا أن نأتي منه اسم الفاعل نأتي منه على وزن فاعل. أقول قتل قاتل، كتب كاتب، كذب كاذب. يبقى اسم الفاعل من الفعل الثلاثي يكون على وزن فاعل. طب من غير الثلاثي يعني الرباعي أو الخماسي يكون أعطى، يكون على زينة المضارع، يعني نأتي بمضارع هذا الفعل. إيه اللي هنعمله فقط؟ هنغير هذا الحرف وهو حرف المضارع إلى ميم مضمومة ونكسر ما قبل الآخر. أعطى يعطي معطي، أنزل ينزل منزل. كل ما سنفعله فقط حرف المضارع نحذفه ونأتي بدلا منه بميم مضمومة ونكسر ما قبل الآخر. انطلق ينطلق اسم الفاعل منطلق، استخرج يستخرج مستخرج. يبقى نأتي اسم الفاعل من غير الثلاثي سواء كان رباعيا أو خماسيا أو ثلاثيا نأتي بمضارعه ثم نبدل حرف المضارع ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر. ده بالنسبة لاسم الفاعل. طيب صيغ المبالغة، صيغ المبالغة أحبابنا الكرام هي اسم الفاعل، هي في الأصل اسم فاعل. صيغ المبالغة في الأصل اسم فاعل قصد منه المبالغة والكسر. يعني إيه الكلام ده؟ أنا ما أقول مثلا قتل اسم الفاعل منها إيه؟ أقول إيه؟ قاتل. هذا إذا كان هذا الرجل قد قتل مرة أو مرتين. طيب أنا هذا الرجل سفاح قتل أكثر من 20 أو 30 نفسا أو 100 نفس، أقول إيه بقى؟ قتال. يبقى على وزن إيه؟ فعال. يبقى صيغة المبالغة هي في الأصل اسم فاعل قصد منه المبالغة والكثرة. طيب لها صيغ، لها خمس صيغ. يعني مثلا فعال، مفعال، فعول، فعل، فعيل. مثلا فعال أقول قتل اسم الفاعل قاتل، طب صيغة المبالغة قتال، تمام. أعطى اسم الفاعل معطي، طب صيغة المبالغة معطاء على وزن مفعال، تمام. شكر اسم الفاعل شاكر،
طب اسم صيغة المبالغة شكور على وزن فعول. طيب حاذرة اسم الفاعل حاذر، صيغة المبالغة حذر على وزن فعل. طيب علم عالم اسم الفاعل عليم، صيغة المبالغة على وزن فعيل. إذن صيغ المبالغة هي في الأصل اسم فاعل قصد منه المبالغة والكثرة. طيب نحن عرفنا أن اسم الفاعل يصاغ من الثلاثي على وزن فاعل ومن غير الثلاثي بزينة المضارع مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. طيب صيغ المبالغة كيف تصاغ؟ صيغ المبالغة الفارق بينها وبين اسم الفاعل أنها لا تصاغ إلا من الثلاثي فقط، وتصاغ من الرباعي أو فيما أو من غير الثلاثي في كلمات يسيرة جدا نادرة، مثل مثلا أعطى معطاء، أنذر ده رباعي نقول نذير صيغة المبالغة، بشر ده رباعي نقول بشير. يبقى الأصل في صيغ المبالغة أنها تصاغ من الفعل الثلاثي، وهي صيغ سماعية بالمرة، صيغ سماعية ليست قياسية. يبقى إذن صيغ المبالغة لا تصاغ إلا من الفعل الثلاثي وتصاغ من غير الثلاثي بقلة وندرة. طيب كما علمنا أن المصدر يعمل عمل فعله، كذلك اسم الفاعل وصيغ المبالغة يعملان عمل فعلهما. يعني إيه؟ الفعل جلس، الفعل جلس فعل لازم، اسم الفاعل منه إيه؟ جالس. أقول أنا جالس على الكرسي، فاسم الفاعل هو جالس عمل فعله وهو جلس، فرفع فاعلا أنا جالس، جالس أنا، كلمة جالس اسم فاعل هنا، الفاعل لهذا الاسم هو ضمير مستتر تقديره أنا، يعود على أنا الأولى. تمام؟ يعني أنا جالس على الكرسي، فكما أن جلس فعل لازم كذلك جالس اسم فاعل لازم. طيب ضرب، أنا الضارب محمدا، الضارب اسم فاعل يعمل عمل فعله هو ضرب، فينصب مفعولا به مثل ضرب تماما. كذلك صيغ المبالغة شكور، أنا الشكور نعمتك، الفعل شكر ينصب مفعولا به، شكر محمد نعمة ربي. فكذلك صيغة المبالغة من هذا الفعل تنصب أيضا مفعولا به، أقول أنا الشكور نعمتك، فنعمتك مفعول به لكلمة الشكور. يبقى إذن اسم الفاعل يعمل عمل فعله إن كان لازما رفع فاعلا فقط أو أضيف إلى فاعله فقط، وإن كان متعديا لواحد نصب أيضا اسم الفاعل مفعولا به، وكذلك صيغ المبالغة لكن بشروط. يبقى اسم الفاعل وصيغ المبالغة يعملان عمل فعلهما بشروط. أولا أن يكون مقترنا بأل، إن كان مقترنا بأل عمل مطلقا بدون أي شرط. طيب يعني يعمل في الماضي والحال والاستقبال ولا يحتاج إلى نفي أو استفهام أو مبتدأ أو موصوف. طيب إن كان غير مقترن بأل فلا بد أن يسبق بنفي أو استفهام أو مبتدأ أو اسم موصوف. يعني أقول إيه؟ ما حامد السوق إلا من ربح، حامد دي اسم فاعل غير مقترن بأل، هذا لا يعمل عمل فعلي إلا إذا سبق بنفي مثل كلمة ما، حامد اسم فاعل عمل عمل فعلي فنصب السوق مفعولا به. يبقى إذن ملخص هذا الدرس أحبابنا الكرام أن الاسم الجامد هو الذي لا يؤخذ من غيره ولا يشتق من غيره، أما الاسم المشتق هو الذي يؤخذ ويشتق من غيره. المصدر أصل المشتقات، كل
كل المشتقات تشتق من المصدر، وهي اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغة، اسم التفضيل، الصفة المشبهة، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة. نحن اليوم تكلمنا فقط عن أو نكتفي بالحديث عن اسم الفاعل وصيغ المبالغة. اسم الفاعل هو اسم دل على الحدث ومن قام بهذا الحدث، يصاغ من الثلاثي ومن غير الثلاثي. من الثلاثي على وزن فاعل، قتل قاتل، كتب كاتب. من غير الثلاثي يكون على وزن مضارعه، لكن نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر. انطلق ينطلق منطلق، استخرج يستخرج مستخرج، وهكذا. طب صيغ المبالغة هي في الأصل اسم فاعل قصد منه الدلالة على المبالغة والكسر، فلذلك يحول هذا الاسم، اسم الفاعل، إلى صيغ تفيد المبالغة، وهي فعال، مفعال، فعول، فعل، فعيل. هي خمس صيغ سماعية وليست قياسية. طيب اسم الفاعل يعمل عمل فعله، إن كان لازما فهو لازم، وإن كان متعديا فهو متعدي، لكن بشروط أحبابنا الكرام. الشرط الأول أن يكون مقترنا بأل. إن كان مقترنا بأل عامل بدون عامل مطلقا، يعني بدون أن يعتمد على النفي أو استفهام، بدون أن يدل على الحال أو الاستقبال، ما في مشكل. لكنه إذا كان غير مقترن بأل فلا يعمل إلا إذا دل على الحال أو الاستقبال أو سبق بنفي أو استفهام أو مبتدأ أو اسم موصوف. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا هذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.